لأن الحكومة لن تدخر أي جهد في سبيل الاستغلال الأمثل لمقدرات البلد خدمة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف المرسلين. سكان مقاطعة تركيز، شاكركم الاستقبال الحار اللي عبر عن تعلقكم بالطريقة اللي كاردين كاملين، اهتمامكم بها ومساندتكم لحكومتكم. شاكركم بصفة خاصة سكان مقاطعة تركيز التاريخية، مدينة العلم اللي ما تقل أهمية عن مدننا التاريخية. وهذا يشهد عليه تاريخ موريتاني والدور اللي قاموا به أبناء المقاطعة في نمو الوطن واستقرار الوطن وتنمية الوطن. شاكركم. أيضا لا نأكد لكم عن استمرارية هذا النهج المكروت من أجل استقرار البلد وتنمية البلد ومواصلة بناء وطننا العزيز. الحمد لله اليوم نعطوا انطلاقة بداية المشروع اللي هو مشروع مهم، مشروع الزراعي في هذه المقاطعة اللي إن شاء الله لا يستفاد منه المقاطعة ومن وراء المقاطعة موريتانيا كلها، ولا يستفاد منه أيضا قطاع التنمية الحيوانية إن شاء الله، في أيضا المستشفى تنشيط المستشفى اللي راح يقوموا به اليوم إن شاء الله أيضا، ونتابعوا أيضا مد شبكات المياه وشبكات الكهرباء إن شاء الله مستقبلا، والطريق اللي مبارك معها اللي تأخرت للأسف لأسباب قاهرة هي عدم وجود المواد، لا يتوفى إن شاء الله لا يتكمل، تسرع إن شاء الله لا يتكمل إن شاء الله، وتفك العزلة عن هذه المقاطعة و تعطيها فرص ان شاء الله ربطها بجميع الطرق. وله ان شاء الله ايضا نتابعوا بما ان الطريق تاخرت، لا يهم اللي نتابعوا ونوصلوا هاي طريق ركيز توصل ان شاء الله لطريق بوق، هذا مشروع ان شاء الله لا يعدل من اجل تنميه المقاطعه ان شاء الله. و حكومتكم إن شاء الله أيضا لا يتم دائما خدمتكم ودائما لا يتم تصنتكم وتلبي لكم جميع المطالب، لأن وسائل الدولة مدونة للشعب إن شاء الله، هذا هو الهدف، هو الغرض اللي موحول فيه كامل. ولا ننسى عنا في دولة ديمقراطية في البعض الناس اللي قد عود ما هو راضي اللي موحول فيه يا غير يا كامل مطروح للبلد، لأن دولة ديمقراطية وعندنا جميع وسائلنا وجميع الإمكانيات اللي عند البلد عنها موفرة إن شاء الله من خدمة المواطن الموريتاني، المواطن البسيط، المواطن المحتاج، هذا هو هدفنا وهو الغرض من اللي موحول فيه. في النهاية نشكركم ونطلب منكم أنكم توظفوا جميع قواكم في نجاح هذا المشروع، لأن نجاح هذا المشروع هو اللي لاهي يسوي جميع المشاكل اللي مطروحة على المقاطعة هنا تياها وعلى الولاية وحتى على موريتانيا، لأن فيه نقص في ذيك الحبوب إن شاء الله مع العمل، العمل ما يتحد يتكبر عنه، العمل ما يتحد يتكبر عنه، لأن نوصل إن شاء الله لأهدافنا وهو الاكتفاء الذاتي، الاكتفاء الذاتي لابد ان نوصل له. عندنا الامكانيات وعندنا الوسائل اللي يخص اندفاعكم كاملين
وهذا طالبكم عنكم تندفعوا كاملين إن شاء الله، وهذا التوجه من أجل العمل إلى أن توصل المقاطعة والولاية والجمهورية الإسلامية إلى اكتفاء ذاتي من جميع الحبوب اللي نحتاجوا لها، وهذا أيضا لا يستفاد منه لطاعة التنمية الحيوانية إن شاء الله. أشكر لكم. وقد أعطى رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز صباح اليوم في مدينة تركيز ضمن برنامج سيارته للمقاطعة إشارة انطلاق الحملة الزراعية 2017-2018. حضر الحفل عدد من أعضاء الحكومة